الحلقة الأضعف للمسي بهن. بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل، خصصت لجان الكنيسة المختلفة جلساتها اليوم لبحث أوضاع الأطفال والشبيبة في البلاد، وحضر النقاشات العديد من أبناء الشبيبة الذين تجولوا في أروقة الكنيسة والتقوا بالنواب. جئنا اليوم طبعا هنا للمحافظة على حقوق الطلاب، سواء كانوا عربا أو دروز أو شركس أو يهود أو أيا كان. نحن اليوم لا نفرق بين أي طالب وطالب طبعا، ونحن اليوم نطالب أعضاء الكنيسة أن يحافظوا ويحاولوا المحافظة على حقوقهم كاملة. أنا جايين اليوم عشان أتعلم أشياء جديدة، أشوف كيف الأشياء عن جد بيمشوا عنا بالدولة يعني، وأشوف إيش بيحكوا وإيش بيسووا، كيف الإشي بيمشي. وأنا جيت أنا عشان برضه أتعلم أشياء جديدة. في الولايات المتحدة، الرئيس المنتخب دونالد ترامب يعلن عن أولى الإجراءات التي سيتخذها في أول يوم يتسلم فيه السلطة، ومنها انسحاب بلاده من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ. تقرير أسد خطيب. أمريكا أولاً.